أمه. ها يا عمتي، أين سأنام الليلة؟ هنا. لا يمكن، فأنا أتقلب كثيرا أثناء نومي، وأنت قدمك تؤلمك. ماذا لو قمت بركلك ليلا؟ سأنام بغرفة المعيش. حسنا. لا، لا يمكنك ذلك، سيكون ابني محرجا أثناء دخوله وخروجه. حسنا، أين سأنام إذن؟ هذه الغرفة بالخارج، هل تخص منزلك؟ لكنها متسخة ولا تصلح للنوم. لا تقلق، أستطيع تنظيفها وترتيبها. لا، لا يمكنك. لماذا؟ لو نمت هناك فلا يمكنني أن أراك وأنا مستلقية هنا، ومن يعلم ماذا يمكن أن يحدث في وقت غفلة أو دون أن أشعر بك. لنفترق. لا أتحمل. حسنا. لا أعد أتحمل حقا.